قالوا الجلباب المغربي يا صاحبي، في حد عايز يسرقه؟ لا بالعكس يا صاحبي، في فكره حلوه قوي جابها كيفن السائح الهولندي اللي اعتاد على زياره المغرب. الراجل ده قال لك بالصلاه على النبي الجلباب المغربي ده حاجه فخمه وحاجه مريحه، ما تيجي نعمله لا مؤاخذه يعني مشروع صغنن كده، نعتمد على الجلباب المغربي يكون هو البطل بتاع المشروع بتاعنا. هيعمل ايه الجلباب المغربي؟ هنطبعه او نعمله ونفصله على هيئه شعار فاينورد، اللي هو بجد والله ده شبه التيشيرتات الرياضيه. لا هو مش شبه التيشيرتات الرياضيه، حاجه مريحه اكتر من موضوع التيشيرتات الرياضيه بجد والله. لا هي فكره حلوه، هي فكرة رايقة جدا، اللي هو انت متخيل يا معلم انك تلبس جلباب شبه التيشيرت. يا معلم يا والله العظيم دي نقلة تانية. انا عن نفسي راجل اهلاوي لو رحت المغرب والله فكرة حلوة يعني، والله فكرة لذيذة. هي نعم هتكون مكلفة بس فكرة رايقة. تخيل كده لما تلبس تيشيرت الفريق المحب اللي انت بتحبه ويكون جلباب يا معلم مغربي، اللي هو الله قاعد كده مستريح وقاعد كده الدنيا بالنسبة لك تمام وانت لابس جلباب يا معلم. الراجل كيفن ده اعتاد على زيارة المغرب، اعلن اطلاق مشروع صغير استيراد الجلباب المغربي بشعار والوان فاينورد روتردام وبيعه لجماهير النادي او بيعه لمحبين النادي. بصراحة فكرة رايقة وانا اشتريت، واعتقد ان اخواتي بتوع الوداد واخواتي بتوع الرجاء محتاجين يفكروا في الفكره دي. طب بجد والله موضوع التيشيرتات، وبدل ما بنشتري تيشيرتات محزقه وبنشتري تيشيرتات قصيره، طب ما تيجي نعمل التيشيرت جلباب نجرب الفكره شويه ولو نجحت نكمل بيها. انا بصراحه اشتريت الفكره دي والفكره بالنسبه لي رايقه بصراحه، اللي هو بدل ما اجيب تيشيرت لا مؤاخذه يعني ويطلع قصير عليا او يطلع فيه مشكله مع جسمي احنا نجيبه جلباب. هتقول لي يا معلم انت بتتكلم عشان الفكره دي عجبتك كواحد تخين وكده؟ بصراحه بصراحه انا بصراحه كواحد وزن زياده انا بصراحه اشتريت الفكره دي يعني. انا بصراحه اشتريت جدا الفكره دي، اشتريت فكره كيفن، اشتريت الفكره بتاع ان احنا نعمل جلباب بدل ما نعمل تيشرتات. بصراحه انا اشتريت الفكره وشايف ان هي فكره رايقه. قول لي بقى يا صاحبي لو انت مغربي في هولندا هتشتري تيشرت فاينل دروتور دام الاصلي ولا تشتري الجلباب المغربي؟ اوعى على تشتري التيشرت الاصلي، اشتري الجلباب، شجع الصناعه المحليه. نبيه بصراحة تستحق التشجيع، بصراحة تستحق الإلهام، فكرة ملهمة، فكرة ملهمة جدا، وأنا بالنسبة لي حاسس إنها فكرة عالمية، صراحة.